يعني ايه؟ يعني هيضحي بيك عشان يحمي نفسه؟ ما انا قايل لك يا سيد، قايل لك ان السكه دي سودة واخرتها طين، واللي يتسند على معلم المنبار ده يدخل في الحيطه. خلاص بقى معلم سلطان، فات الاوان على الكلام ده. ايوه، طب هو ما قالكش مين اللي طالب رقبتك؟ بيقول مره مره بس من فوق قوي. ايوه، من فوق فين يعني؟ عند ما اقدرش لهم، لا الا لو ترد لهم كلمه يشيل هو الليله. السلام ليه؟ الشايب في زمانه؟ المره دي اسمها موجة الشايب، تسمع عنها؟ موجة الشايب ممكن تكون بنته، بنت اخوه. بس الشايب ده من زمان قوي، يعني من ايام انا وابوك على قديمه، يعني مش عارف اذا كان عايش ولا ميت، ولا ميت على الدنيا. بس سيبك من الحكايه دي، يعني انت دلوقتي راجل فوضى. طب هو ما قالهالكش صريحه كده؟ ماليش فيه. لا مش صريحه، بس هو عامل فيها عايز يساعدني ويقف جنبي عشان يطرمخ على الموضوع. ايوه بس ايه الضمان ابو خالص؟ الضمان انهم يستنوا فوضى وما يعملوهاش هم بنفسهم. انا ولا يفرق معايا. طب خليهم كده يفكروا عليا الحرام لاجيب بطنهم نصين. يا عم اهدى شويه وبلاش فتحه صدر. الله يا خناقه في خماره ابو خالص، ما انت حر في نفسك يا اخي. انما اللي منك، اللي منك دول ما لهمش ذنب تشيلهم ليه الهوا ده؟ امال كنت عايز نعمل ايه؟ الدرزة المعيز؟ لا يا سيد، تسافر. اسافر؟ تسافر مطرح ما جيت يا سيد، شويه كده وترجع تاني. وعلم على روحي. بقول لك يا معلم، كله على وضعه وانا ليا تصرف تاني. انت حر يا سيد. يو يابا، دي تالت مرة تتفرج عليه. أنا كان قصدي بصيتك. أنت عايزاني أشوف بنتي بتبصلي وبتكلمني ومبقاش مبسوط؟ أنت رديت فين الروح يا نصر؟ طولت العمر ليك يابا والمدد. طب والله العظيم لولا الملامة ما كنا عملنا أي حاجة غير لما تبقى في وسطنا. يا نصر، أنا من يوم ما خلفتك وانا بحلم بيوم فرحك. انت اول فرحنا واول فرحنا يا بنت. بعد كده جه سيد واحمد ورحاب، وزعت الحلم عليكم كلكم عيل عيل. لكن لما جت ايه كنت فرقتكم خلاص، مشلتهاش على ايدي. تقوم بنت الكلب تعملها وتسبقكم. يابا، اصل الفرح زي الحزن، كله بيطلع من القلب. والفرحه اللي انا شايفاها في عينك دي تسوى الدنيا وما فيها. يا حبيبتي يا نصره، ان شاء الله ربنا هيعوضك. انا تعبت قوي يا نصره، الحلم بقى تقيل عليا وقلبي ما بقاش بيستحمل. اوقات اقول لنفسي يا ريتني كنت مت بجد. احسن بعد الشر عليك يا أبو. الصبر يا أبو، عشان ابنك ربنا كبير. قام خدها على كرامته وعاوز يضيع نفسه بلاش. الله، وانت مقدر نفسك ليه يا معلم؟ ده انت عملت اللي عليك والزياده. وبعدين لما مؤاخذه يعني الطوبه دلوقتي في حجره، يعني حاجه عليها لحد ما تعوره في وشه يرميها ويقولها في كيك. يا ابني افهم افهم، بقول لك خدها على كرامته، كانه عايز يخلص يلبسها فيا العويل. طب بقول لك يا اخو، نهايه الحوار ده عليا الحرام من دينا اجيب لك رقبته بايدي لو حكم. لا مؤاخذه يا فندينا، لو خايف حل روحك من الحوار ده. خايف؟ شوف العويل التاني. فكرك يا طيب، مين اللي سحب على الست موجة ووشوشها باسم سيد بوخارست؟ وانا ليا بيه في الليله دي يا فندينا؟ ده انا باخدك اخوك ما اخدلكش الاذيه. لا ترضى؟ هتبحلق لي. عقلك وزع، قال لك اضرب جمالين في ركعه واحده. اخلص بالواد اللي واكل عقل اخويا. وافرش بقى مع الست موجة عشان. طب مانجا طيب يا فندينا، انك عارف ان الواد واكل بدماغك حلاوه عشان تتبلع على اخوك ابن امك وابوك.
لا والاكاده يا فندينا ان ايدك بترعش في دم في مصلحه. هو الواد ده عامل لك ايه يابا؟ مش هو اللي عامل لي، افهم. ابوه معرقب كتافي بعشر سنين، يوم لما يحل اجا امد انا ايدي واخده والله في جنب. طب والست موجه هنعمله فيها ايه يا فندينا؟ ساعتها بقى نشوف لها سكه. طب والكعبه الشريفه؟ والكعبه الشريفه عم الدنيا وسيد النا، شافت دماغها؟ شافت دماغها يا جدع؟ وبعدين احنا مهما طلعنا ولا نزلنا، ما الواد بوخارست ده ابن النصريه، والنصريه طول عمرها تنصر اهلها الغريب. وياكش تولع. هتفضلي بصلي كده ما بتاكليش؟ بشبع لما ببصلك. في واحدة هأكلك أنا. مبسوطة يا بطة؟ مبسوطة؟ ده أنا طايرة من الفرح. الدرجة دي؟ وأكتر ورحمة أمي. طب ومفتاح الباب. إزيك يا بطة؟ الحمد لله. كويس إني لقيتك يا أحمد. إيه يا حبيبتي؟ تعالي اقعدي كلي. لا ألف هنا، أنا سبقتك. طيب أعمل لكم حاجة تشربوها بقى. ماشي يا حبيبتي. علي يا حبيبي، مالك خير؟ خير يا حبيبي، مفيش حاجة. أنا بس كنت حاسة إنك وحشني، وبقالي كتير ما شفتكش وما اتكلمناش زي الأول، فقلت أما أعدي عليك. معلش أنا عارف إن الفترة اللي فاتت دي اتشغلت عنك كتير، طمنيني عليك أنت عاملة إيه؟ مش عارفة يا أحمد، ما بقتش عارفة مالي، حاسة إني تايهة كده ومش عارفة أركز في حاجة. ما هو اللي حصل برضه من آية وصلاح ما كانش شوية، أنا عارف. انت بس محتاجه فتره كده عقبال ما ترجعي زي الاول واحسن. لحد امتى بس؟ انا خلاص ما بقتش قادره استحمل اكتر من كده. حاسه اني لوحدي، وحاسه ان انا هفضل كده طول عمري قلقانه وتايهه وخايفه، بفكر في اي حاجه عايزه اعملها او اي كلمه عايزه اقولها الف مره. حاسه ان انا مش رحاب بتاعه زمان. ده أنا حتى أحمد أنا مش لاقي حد أتكلم معايا، مش قادرة أطلع اللي جوايا لأي حد، خايفة كلامي يعمل مشكلة ما بقاش قدها. أحمد أرحب معاكي، كملي يا حبيبتي. لا خلاص أنا لازم أمشي، ورايا حاجة لازم أخلصها، نبقى نكمل كلامنا بعدين. كويس إن أنا اطمنت عليك. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. كنت بتكلمي مين؟ رد عليا. بلاش بصة الشك اللي في عينيك دي يا احمد. انا بتاعتك انت وبس. مش انتي اللي روحتي لبوخارست وقلتي له يوافق عليه؟ ايه اللي مزعلك بقى دلوقتي؟ وانا كان بايدي ايه بس اعمله وما عملتوش؟ هو كده كده ما كانش عايزني، يبقى لا انا ولا هي كمان. بس انتي ازاي تقبلي تشوفيه بيضيع قدام عينيكي كده؟ وانتي اللي بتساعديه على ده كمان؟ اللي بيحب حد بيحب له الخير، وانا حبيت صلاح بجد. ما كنتش هتبسط ابدا يعني لو خسر كل حاجه زي، بالعكس كنت هحزن بزيادة. طب وانت يا رحيم؟ أنا هنسى، لازم أنسى. بس انت على ما تنسي ممكن تخسري نفسك. كل ده مش شاغلني ولا مخوفني، مش عارفة ليه. أكتر حاجة مضايقاني إن مفيش أي حد حاسس بيا، كله تايه ومشغول، محدش داري بحد، حتى أحمد اللي كان سرنا سوا، اللي كان كلامي معاه بيريحني، دلوقتي مش لاقيه ولا لاقيه غيره. محدش بيبكي على جرح حد يا رحيم، وديكي لسه قايلاها اهو، كله تاني.
ايوه بس دول اهلي، ساعات اقرب الناس لينا هم اللي بيكونوا سبب تعاستنا. تعرفي انا ما فيش حد اذاني في حياتي كلها اكتر من حد، كان اقرب حد لي، ده المفروض يعني، بس حياتي كلها اتدمرت بسببه وقدام عيني وهو كان بيتفرج، كان بيتفرج بس. وعملت ايه؟ حبيت نفسي، ركزت معاها وتعبت عشانها قوي، بعدت عن كل اللي ضايقني. صحيح ما قدرتش انساها، بس على الاقل ما بقوش شاغلين تفكيري طول الوقت زي زمان. يا ريت اقدر اعمل كده، يا ريت. لو عايزه هتقدري. انا جاي اتاسف يا معلم على اللي بدر مني وطالب السماح، كانت وزت شيطان وراحت لحالها. ايه القرصه جابت دم؟ والدم صح على الارض يا معلم وطرطش على الخلق اللي ماشيين. طب انا ايه اللي يضمن لي انك ما تعملهاش تاني؟ ها راجل ما حلتش الا سمعتي يا بلبل. سمعتك على راسي يا معلم، وانا هبقى اول واحد يحافظ عليها. لما انت قلبك طري كده وبتجيب ورا زي النسوان، كان لازمتها ايه فتحه الصدر من الاول؟ اعتبرني كنت مبرشم والبرشام طفع على عينيا، بس خلاص فقت وجاي اصلح الغلط. بس يعني لا ما بسش يا معلم. يا معلم انا اتمسح بيا الارض، واللي يسوى واللي ما يسواش كانوا عيش عليا. عشان واطي واطي وبتعض في اي حد في طريقك، بس عشان اهبل وقعت فيا. ابوس ايدك ورجلك يا معلم، اعمل فيا اللي يرضيك، بس بلاش شغلي، رجعني زي ما كنت وانا هبقى طوعك، هنفذ اللي انت عايزه. ماشي هترجع بلبل، بس من هنا ورايح انت بتاعي. ها لما امر تنفذ، ومن غير ما تامر يا باشا، انت بس تشاور اديني اماره. بلبل طياره طياره. ماشي، خايف في الاخر تطلع توك توك. هنشوف. ما علمش انت. انا مش مفطن معلمك على يومين كمان بعد الليله، ايه اللي حدفك علينا في البدري؟ بدري ايه؟ انا كده جاي لك في المتاخر، الليله زنقت. معناته ايه الكلام؟ الحكومه مترشقه في كل حته على الطريق، شكلها كده هرشت الموال، وانا يا دوب كده عرفت اسلك بالعافيه، لازم نخلص النهارده، قلت ايه؟ على مهلك علينا، ما تلفش دماغي وتبلفني تحت باطك. فود عنده علم بالكلام ده. يعني انا اجي من دماغي؟ العربيه واقفه بره، هتحمل الحاجه وتاخد عربونك. ما تأخذنيش أسمعها منه. ماشي كلمه. مقفول. خلاص نستناه. ما احنا بنوزع جبن رومي ولا بسطرمة؟ يا عم حيلك علينا. حيل انا اللي هيتقدم لو ما خلصناش النهارده. عربونك في جيبي، انت خايف من ايه؟ وافرض اتقفشت، اخلص انا في الضاعه زي دي بحته عربون. يا معلم شندي، انت اول مره تشتغل مع معلم فودة ولا ايه؟ ولا انت بتيجي بالزنقه وتفك؟ يا عم انا شاري. اسمع يا معلم شندي، الناس اللي هتامن الطريق ما قدامهاش غير النهارده، غير كده بقى تستنى 3 4 اسابيع. قلت ايه؟ خلاص بقى، انا قلت اللي عندي. يا سيدي ماشي يا عرب
انا كمان كنت بحس اني عروسه وانا قاعده ساكته زيك كده، وانا حاسه بايدي عليا بتلمس كل حته في جسمي. بس هو ما كانش بيحبني، ما كانش بيسرح لي شعري، كان بيشدني منه، كان بيوجعني. وانا ما كانش بيبقى في ايدي حاجه اعملها غير اني اغمض عيني واسكت. بقول هتعدي، دلوقتي يزهق مني ويرميني لحد ما يجيله مزاجه تاني يقعد يلعب بيا يكسرني يشخبط عليا. ما هو اشتراني، بس يلا الحمد لله اهو مات. واحلى حاجه في حياتي بقى دلوقتي انك قاعد كده ما بتتحركش وما بتتكلمش، عشان وقت ما انا يجيلي مزاجي اجيلك واقول لك اللي انا عايزاه وانت تسمعني وما تعرفش تقول.